السلام عليكم. بالنسبة للسؤال ديال الأخ على هذه المسألة ديال القرارات ديال الحكومة اللي جات بها بالنسبة لهذه الحمامات واللافاج ديال السيارات، الإغلاق ديالهم 3 أيام في الأسبوع. احنا بعد أول حاجة كنقولوا الله يرحمنا، الله يرحمنا بالفعل. عاد البلاد عندنا مرات بواحد واحد الازمه، ازمه ديال الامطار، مده دابا تقريبا 6 ما يناهز اكثر من 6 سنوات. انا شويه اثارت الانتباه ديالي هو هذا القرار ديال 3 ايام في الاسبوع اللي خاتو الحكومه. انا ما عرفتش واش تم الدراسه في هذه المساله هذه، حيت هاد 3 ايام في الاسبوع ديال اغلاق الحمامات غادي يخلقوا فيها اكتظاظ في الحمامات. انا على ما كيبان لي غادي تخلق فيها مشكل، وربما غتولي مشاكل اخرى. يعني شي انسان حيت اللي مولف راه غيمشي للحمام، راه كيمشي، راه ما يمكنش ان النظافه ديال الانسان غتحبسوا على النظافه ديالو. راه ما حبستي على الاثنين يمشي لك الثلاث، ها هو تسببتي ربما في اكتظاظ ومشكل وهذه. ومساله الفران حتى هي اللي سمعت، حيت الحمام عنده علاقه بالفران. حنا كنعرفوا الناس ديال الفران وهذه بان باش كيخدموه راه كيخصو يستغرق واحد المده باش كيسخن وهذه وكيهيئوه. يعني كيفاش درتي ليه انت انه غيخسر فلوس وهذه باش غادي يسخن ويبغي يوجدو، وتجي وتقولي لا خاصك تكون طافي الغدلين؟ لا راه ما يمكنش. ربما راه كاينين الناس وانا ما عرفتش هاد الناس واش بركوا معاهم، واش استاشروا معاهم، واش بركوا هذه. وحاجه اللي غادي اللي صراحه انا هاد الناس ديال الحكومه ونتمنى هاد القرارات اللي كياخذوا تكون فيها تكون ساريه على جميع طبقات ديال الشعب. حيت هاد الحمامات وراه كاينين الناس، راه نتمنى راه كاينين الناس، وتكون اللي بغيتوا ديروا قوانين تكون قوانين صارمه على جميع شرائح المجتمع. راه كاينين الناس راه بيسينات، وربما راه بلا ما نقول لكم شنو راه عندهم، راه هادو راه بيسينات والمياه الجوفيه كتجر والابار وداك الشيء. واش كتم المراقبه ديال هادشي؟ انا الشيء اللي بغيت نعرف، واش هاد الناس هادو كاين شي مسؤولين اللي كيراقبوهم وهادي؟ وما تجيوش على الطبقه الضعيفه اللي ربما مسكين هذاك 15 درهم باش كيمشي للحمام ولا هذه تصبوه ليه مشكل ولا هذه. نتمنى القانون يكون ساري على الجميع، هذه اللي كنتمنى من عند الله، ونبغي الحكومه تطبقها الا كانت شي حكومه نيت كاينه وكانت عندها قوانين صارمه. والسلام عليكم.